مساء الخير، يعطيكم العافية. في 17 تشرين الأول 2019 خرج اللبنانيون إلى الشارع بعد أن ضاقت فسحة الأمل بمستقبل الوطن وأبنائه. كان الصوت مدويا ضد الفساد، وهادرا ضد الفاسدين، وثائرا على المفسدين. هتفوا ضد من يريد اغتيال أحلام اللبنانيين بدولة عادلة يحكمها القانون الذي لا يميز بين مواطن ومسؤول. في تلك اللحظة استعاد اللبنانيون المبادرة، بل واستعادوا موقعهم كمصدر للسلطات. رجال ونساء، شيب وشباب وأطفال، حملوا علم لبنان فقط، فوحدوا الوطن وكسروا الحواجز الوهمية بين الطوائف والمذاهب والمناطق، وعطلوا الاستثمار السياسي في انقساماتهم، وأطلقوا العنان لحناجرهم ضد القهر المزمن، فاجتاحوا حاجز الخوف وهدموا جدران السجن الكبير الذي يحتجز طموحاتهم بقيام الدولة القادرة الحاضنة لجميع أبنائها. فتحت الانتفاضة الطريق نحو الهدف ورسمت معالم لبنان الجديد. أيها اللبنانيون، أيها اللبنانيات، يعيش الوطن مرحلة صعبة من تاريخه. لقد تكدست المشاكل حتى أصبحت تحجب بصيص الأمل. بعض المشاهد أيقظت في وعينا محرمات كنا اتفقنا على دفنها. بعض الصور أعادت إلى أذهاننا زمنا مضى من المآسي كنا نظن أننا نسيناها. بعض الأنين الذي سمعناه بلغ أعماقنا ليحرك الألم الدفين الذي اعتقدنا أننا دويناه. بعض الدخان الذي اجتاح صدورنا قطع أنفاسنا خوفا على استقرارنا. وقبل ذلك كله وبعده أيضا، أصيب لبنان بالوهن سياسيا وأمنيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا. فتصدع سور الأمان بينما كانت قدرات اللبنانيين تتآكل، حتى أصبح لبنان يواجه الأمواج الأزمات العاتية من دون كاسر موش. أيها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، قيل الكثير في ظروف تكليفي، ولقد تعمدت الصمت في مواجهة تلك الاتهامات لأني أريد العمل لا الجدل. لقد انطلقت في عملية التأليف متسلحا بالدستور وبمقاربة مختلفة عن كل ما سبق في تاريخ لبنان. وضعت معايير محددة لفريق العمل الحكومي الذي على أساسه أردت اختيار الوزراء. واجهنا الكثير من الصعوبات في بلد ليس فيه إحصاءات علمية كافية ولا احترام للأرقام والمعايير الدقيقة. ولأننا نطلب العلا لوطننا، فقد سهرنا الليالي نفتش، نستطلع، ندرس، ندقق ونقارن. كنا أيضا نحاور، نقارع، نعاند، حتى وصلنا إلى تشكيل أول حكومة في تاريخ لبنان تجتمع فيها مواصفات متميزة لمواجهة ظروف استثنائية وبسرعة قياسية من دون تسرع. انطلاقا من ذلك، وفي هذه اللحظة أحيي الانتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار، فانتصر لبنان. هي حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من 3 أشهر من الغضب، وستعمل لترجمة مطالبهم باستقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية الشرائح الاجتماعية الفقيرة من ظلم الضرائب ومكافحة البطالة
ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية التي كرستها الساحات، وتأكيد مبدأ المساءلة والمحاسبة التي نتمسك بها ولا نخشاها. هذه الحكومة هي حكومة مصغرة لا تتمدد للتسويات وتوزيع جوائز الترضية الوزارية، حكومة فصل النيابة عن الوزارة، فلا نواب فيها ولا مرشحين للنيابة في الانتخابات المقبلة، حكومة اختصاصيين لا يقيمون حسابا إلا للغة العلم والمنطق والخبرة ومصلحة الوطن، حكومة غير حزبيين لا يتأثرون بالسياسة وصراعاتها، حكومة تريد حماية كرامة اللبنانيين في الصحة والمدرسة والجامعة والخدمة العامة، حكومة شباب وشابات يفتشون عن مستقبل واعد في وطنهم، حكومة رجال أنهكتهم التجارب المريرة ويريدون لبنان بحنين الماضي البعيد الذي يحمي مستقبل الأبناء، حكومة المرأة التي تشارك في السلطة التنفيذية قولا وفعلا وبقوة حضورها وفعاليتها وليس بمنة من أحد، حكومة تتولى المرأة فيها التمثيل الوازن، وحكومة تشغل فيها المرأة موقع نائب الرئيس لأول مرة أيضا وأيضا في تاريخ لبنان. هي حكومة الاستثناء، ووزراؤها استثنائيون بانحيازهم إلى خيار واحد، لبنان الوحدة والعزة والازدهار. هي حكومة المرة الأولى والمرات الأولى في تاريخ لبنان. هي فريق عمل الإنقاذ الذي لا يملك إلا الجهد والتعب والبذل والعطاء. من هنا أدعو كل صاحب إرادة طيبة إلى نجدة لبنان عبر مساعدة الحكومة في ورشة استنهاض الهمم اللبنانية في لبنان والاغتراب، للنهوض بلبنان الوطن، لبنان الجريح، لبنان المرهق، لبنان المتنوع في حيثيته، لبنان المبدع في استمراره، والمنتصر الثائر على الظلم والفقر والفساد. لدينا القدرات والكفاءات والهمة والإصرار والالتزام الوطني والعزيمة. لدينا الإمكانات التي نستطيع استثمارها في ورشة الإنقاذ. ولدينا الثروات الوطنية برا وبحرا والتي لن نسمح بالتفريط فيها أو الاعتداء عليها، وسنحميها وندافع عن حقنا فيها بكل الوسائل. أيها اللبنانيون واللبنانيات، المشاهد التي رأيناها خلال الأيام الماضية كانت مؤلمة جدا. المهم الآن أن نحفظ الاستقرار وأن نؤازر الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحماية هذا الاستقرار الذي يشكل قاعدة لإطلاق ورشة الإنقاذ. مجددا أؤكد كما أعلنت بعد التكليف، الوقت هو وقت العمل. أتوكل على الله في مهمتي فهو حسبي ونعم الوكيل، وشكرا. وعدت بشغلتين عن تكليفك، لأنه رح تكون حكومة مستقلين، واللي شفناه إنه حكومة محاصصة، القوى اللي سمتك هي اللي سمت ممثلينها، ومن يقل إنه رح يكونوا قاعدين بهي الكتل النيابية. شغلة ثانية، وعدت بانتخابات نيابية مبكرة، هل بعدك عند هذا الوعد؟ نعم. بالنسبة للسؤال الأول، أنتم بتعرفوا واقع لبنان شو هو. أنا اللي فيني أكده إنه كل وزير من الوزراء في هذه الحكومة هو ديمقراطي، هو تكنوقراط، وبالتالي بعيد عن السياسة وبعيد عن الأحزاب. أما بالنسبة للتشاور مع الأحزاب السياسية فهذا لابد منه، هن اللي بدهم يعطوا الثقة، وبالتالي نحن حكما بدنا نتشاور معهم. بعدين بدي أسألك سؤال، إذا في جهة ما سمت 10 أسامي وفي اسم أو اسمين من ضمن المواصفات والإطار العام اللي أنا حاطه، وين المشكلة؟ تفضلي. لا
عفوا عفوا انتخابات مبكرة عفوا عفوا بطلوا مستقلين دولة الرئيس انتخابات مبكرة. نحن قلنا انه رح ندرس قانون انتخاب، وبالتالي بعد ما يمرق مجلس الوزراء بده يروح على مجلس النواب. ما حدا بيعرف الحكومة قد ايه بتضل، شهر، ست اشهر، سنة، سنتين، الله اعلم. لما مجلس النواب ينتهي من هذا القانون ويرجع لعنا، بالتالي بنقوم بالانتخابات. دولة الرئيس يعني بينما اعلان الحكومه لازم يكون هو هلا فسحه امل للبنانيه، سكر لبنان، الطرقات كلها سكرت والحراك نزل على الشارع، وانت خاطبته وعم بتخاطبه من اول الطريق، يبدو انه هو مش موافق لا عليك ولا على الحكومه. نعم. ورده فعله كانت سلبيه، اين الحراك لهذه الحكومه؟ نعم. وكيف رح تقدر تواجه هالشارع؟ وفي سؤال تقني بس، انت قلت انه وزراء كلهم اختصاصيين، وزيره الدفاع يعني، وهون كمان استوقفتنا انه شو اختصاصها كوزاره دفاع، خصوصا انه الامن هو المهمه المقبله يعني والمهمه الحاليه للبنان بظل الاوضاع. رح اجاوب سؤالك بسؤال، ايش في اختصاص للدفاع؟ في شخصيه، في عمل، في طريقه اداره. فبالتالي يعني نحن يعني موضوع الاختصاص اكيد بينطبق بكثير محلات، بس لجاوبك. بالنسبه للحراك، انا قلت من اول الطريق اذا بتتذكروا بكلمه التكليف، انا قلت انه مطالبهم للحراك هي مطالبي، طبعا الحراك المطلبي عم نحكي نحن. وبالتالي نحن رح نسعى جاهدين انه بالفعل نقوم بكل ما هو مطلوب لحتى نوصل لكل هالمطالب اللي عم بيحكوا، يعني المطالب اللي كل اللبنانيين عم يطلبوها طبيعة الحال على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي المالي. وهيدي يعني فيني اوعدكم انه الحكومة رح تنكب على الشغل من اول يوم. بالعكس، في تمثيل. دولة الرئيس بتسأل الإصلاحات التي ستنفذها الحكومة، هل هي من الورقة الإصلاحية التي اعترضها الحكومة السابقة؟ ثانيا، كيف ستتعاطى حكومتكم مع المحيط العربي وتحديدا بما يخص سوريا والضرورة الاقتصادية للتواصل مع الحكومة السورية؟ نحن جزء من هذا المحيط العربي، وبالنتيجة كل يعني أكيد إذا عم تحكي عن الصراعات في المنطقة العربية نحن بمنع عنها. أما بالنسبة للمنطقة العربية ومنطقة الشرق، نحن جزء من هذه المنطقة، وبالتالي رح نسعى للتعاون مع الكل. فأول جولة رح بتكون بالنسبة لي بعد جلسة الثقة رح تكون للمنطقة العربية إن شاء الله، بالأخص في الخليج العربي. اصلاحات الورق السابقه بدنا ندرسها، رح بيكون في لجنه رح تتعين لهذا الموضوع، بدنا ندرسها ما هو يفيد من الاصلاحات السابقه رح نعتمدها، واذا في اصلاحات جديده رح نعلنها. يمكن جاوبت عن دولة الرئيس، انا بس بهمني سؤال واحد، هل سيلحظ البيان الوزاري او بمعنى اخر سيكرس المعادله الذهبيه المتمسك فيها لبنان، الجيش، الشعب، المقاومه؟ هذا قيد البحث باللجنة اللي ستعين لتعالج هذا البيان الوزاري، وهذا الموضوع رح بيصير بكرة بأول جلسة إن شاء الله. اليوم الحكومة عم تتشكل على ضوء أزمة اقتصادية ومالية كتير خانقة، إحنا نقول حصار، شو أول إجراءات رح نشوفها وكيف رح ينعكس هذا الموضوع تحديدا بموضوع الدولار وتحديدا بمعيشة اللبنانيين اللي صارت 40% فين بكل يعني فيني اقول لك انا وناطر جوا هلا، طلبنا لجنه معينه من اختصاصيين ووزراء يجتمعوا ابتداء من غدا لمعالجه كل هذه الامور. اكيد في يعني حاجه ل يكون في اجتماعات مكثفه مع حاكم مصرف لبنان، مع يعني الوزير المختص، مع اختصاصيين، وكله راح يكون يعني يعرض بشكل شفاف لما يكون عندنا هذه الخطه. دولة الرئيس، في فريق سياسي كبير صار من المعارضه، اليوم حكومتك كيف راح تتعامل مع هذا الفريق وشو بتتوجه له؟ انا ساتعامل مع السياسه الاداريه التي تفيد المواطن اللبناني، اما ما يختص
المناكفات السياسية التقليدية فستكون خارج الحكومة. دكتور رئيس، هذه الحكومة اليوم يعني شكلت بمنهجية يعني مستقلة نوعا ما ومنهجية سياسية، وأيضا وهناك يعني تدخل من القوى السياسية التي سمت الرئيس حسن دياب وكلها سمت وزراء لديها. اليوم لديك مشكلة داخل الطائفة السنية وخاصة في دار الفتوى قبل الجولة العربية والجولة الخليجية، أليس يجدر بالرئيس السني الأول في لبنان أن يعود إلى حضن دار الفتوى؟ أنا لم أترك حضن دار الفتوى بيوم من الأيام، وبالتالي يعني أول زيارة إن شاء الله ستكون قريبا إلى دار الفتوى لاجتماع مع سماحة المفتي. دكتور رئيس، كيف ستتخطى مطب أي ثقة دولية قد تكون مفقودة لهذه الحكومة اللي قد تعتبر من لون واحد، خاصة أنه القوى السياسية هي من لون واحد اللي مساهمة فيها، واللي حضرتك اعتبرت أنه من الطبيعي أنه تسمي وزراء، لأنه منين بدهم ينجابوا، علما أنه رح يكونوا منهم مستقلين طالما القوى السياسية مسميتها. فكيف ستواجه الثقة الدولية اللي قد تكون مفقودة، ووضعنا الاقتصادي لا يمكن أن يعالج إذا ما كان في دعم دولي وتحريك مقررات سادر وباقي المؤتمرات المانحة؟ نعم، أولا أنا ما قلت أنه كل القوى السياسية سمت وزراء، أنا أعطيت مثل أنه في حال في قوى سياسية سمت عدد من الوزراء وفي واحد أو اثنين كانوا من ضمن الإطار اللي أنا راسمه، أكيد ما في مشكلة، يلي هو ابتعاد عن الحساب، بس خليني كفي. أما بالنسبة للقوى الدولية وحتى قوى الدول العربية منطقة الشرق الأوسط، كان يعني كان واضح جدا أنه عندما يتم تشكيل حكومة اختصاصيين تكنوقراط فستكون المساعدات حاضرة. بس ألا تعتبر حكومتك حكومة لون واحد؟ هل تعتبر اليوم هي حكومة لون واحد تطل بها على اللبنانيين؟ هي بالفعل حكومة لون واحد، وهذه حكومة لبنان. تفضل. تحدثت عن تمثيل الحراك في الحكومة، ممكن نعرف من هو الممثل للحراك في الحكومة؟ نعم، في عدة أشخاص، ولكن أنا بفضل أعمل جلسة معكم خصيصا لهذا الموضوع إذا ما عندكم مانع. لا لا لا، ما هو سر أبدا، بس يعني الموضوع في دولة رئيس توصلت الأزمة اللي عم نمر فيها، إحنا عم نشهد ترنح للسعر صرف الدولار اليوم عن توافر المعلومات بأنه الحكومة قيد التشكيل أثرت أو أعلن صحيح أنه سعر الدولار صار 2000، وإن شاء الله بينزل أكثر. أول شيء شو السبب لحتى قررت عن تشكيل الحكومة؟ شيء طبيعي يعني. السعر عادة كان دائما عن تحكي العرض والطلب. إيه. العرض والطلب. وشو الخطة اللي حاطينها لحتى يرجع للأسعار؟ أولا شيء طبيعي إنه يعني سعر صرف الليرة يتحسن بتشكيل أي حكومة، لأنه يعني في شيء من الثقة رجع للشارع اللبناني. أما بالنسبة لمعالجة القطاع الصيرفي فهذا أيضا من ضمن الأمور يلي بدنا نبحثها بشكل تفصيلي مع كل المعنيين. سؤال أخير، دولة رئيس كيف ستواجه ما يقوله المتظاهرون في الشارع أن هذه الحكومة هي حكومة الآن بغزار واللون الواحد؟ كيف ستكسب قطعة الشارع؟ وشكل ثاني، كيف ستصمت حكومة حسان دياب أمام الانهيار؟ فتنة بالإفلاس والانهيار على غير. أنا قلت من قبل أنه أنا مستل، أنا تكنوقراط، وأنا ما بختار مين اللي كلفني، يلي كلفني كلفني. بالنسبة للوضع الاقتصادي برجع بقول يعني راح تكون من أولوياتنا ابتداء من غدا هذا الموضوع لحتى نجرب نعالج بأسرع وقت كل الأمور المتعلقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي والصرف الليرة وكل هذه الأمور. ف بدكم تمهلونا شوية وقت، يعني العمل بيصير بالحكمة والوقت، فنحن أكيد رح نكون سريعين بس مش متسرعين. شكراً.